منظمة محمية الشوف المحيط الحيوي ومشروع التحرير في لبنان الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID رحلة بيئية تحت عنوان جواز سفر أخضر استمرت لمدة 4 أيام في منطقة الشوف. شارك في هذه الرحلة البيئية 50 طفلاً من بينهم لبنانيون ولاجئون سوريون وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف قرى الشوف، حيث قاموا بزيارة مداخل المحمية الموزعة على 4 قرى مختلفة: الباروك، كعينس حلتب، مهري، نيحة ومعاصر الشوف، وتعلموا أهمية الحفاظ على الغابات، المياه، الحياة البرية، الإرث الثقافي، واستخدام الغابات لأغراض اقتصادية مثل إنتاج الكتلة الحيوية وغيرها. إضافة إلى المعرفة التي اكتسبها الأطفال، فقد عبر المشاركون عن فرحتهم بلقاء أطفال آخرين من القرى المجاورة إلى جانب أطفال من اللاجئين السوريين. كما عبر الأهالي عن تقديرهم لهذا النشاط الذي يبني الروابط بين المجتمعات المتنوعة ويرفع مستوى وعي أطفالهم حول القضايا البيئية.